وجدنا لهاد العشاء بالبولة، كنا قلنا المولى نبرجي طاجين صاي، قالنا كخصكم تعلمونا بكري. قال بالبولة تفاح عطانا واحد الطاجين يا مولا الحكيمة. هيا 8 قبل 25 هنا شي مدرسة ولا فرعية ديال أرمد. شوف الشرق هنايا دوار أرمد خارير المياه. المنتوج تاع التفاح من القديم التراب عاد دوك نتبهتلو البارح ما نتبهتلوش. القرب من دوار أرمد الساعة 9:50 عاد كي انطلقنا من أرمد كنا نتسناو المرشد. مع أول مرة ما بغيناش عارف المرشد، أول مرة أول خرجة عندنا قلنا نديو المرشد 19. حنا كنا بريقول 8 قبل 25 بدات العقبة مورا أرمد هي البداية. شجر القرقاع الواد هي هو السيد ديالنا سي حسن قالنا بلي ان من وقت هذيك الواقعه تاع هذوك السائحتين في هذه الجهه كانت السياحه توقفت واحد 15 يوم كاين فوق بضوا هذوك الناس كل موراها بدات تحرك ولاحظوا انها زادت تحت ما عدا الدنمارك. الدنمارك اللي ما بقاوش يجيو الى جو حاجه قليله. المنتزه الوطني لتوقال بارك ناسيونال توقال هنا من جهة أرمد وإمليل. كاين واحد نجبوه البلاكا من جهة اللاك ديال إفني وهادو التنبيهات. معرفتش واش هذا هو البوست ديال الدارك ولا هذا شي مأوى.
على ما اظن هذا هو بدات تبان لي بلاكا. لا مكتب مراقبة. كاين إمكانية استعمال البيرة لا في حمل الأثقال لا في حمل الأشخاص. وهنا البوست ديال الدرك مكتب المراقبة والتحسيس بمنطقة الأمس. هنا كاين الدرك خاصك تبوانتي يعني لاكارت ناسيونال وتبوانتي. هذه البداية. هي فين كاين هذيك البناية بحال دابا واحد الصراحة نقطة صغيرة ديال الناس سيز بلي تما الوقت هذيك الوقيعة تاع يعني هذوك الساحة تنظيم ماركي تما داير الله وانها ما بغاتش خلينا تنقربوا نقولها لنا لان قال لك غنسميها كافي حسن لك السيد ما يبغيش يقول له بحال هكا تجري لعن الكليان يعني الناس بحال اللي يديروها يطيروا من هذا المكان عليها اللي يقول له ما هات هو تهوى ايفيتا وشرح لنا قبل كافي حسن لا مع العصر. هذا الكافي حسن تاون خسار صراحه ربما ما عرفناش نبرونسيوها. عنده هذه القاعه ديال المسترها وعنده بالراي ديال العصير كاطو كاين تريكويات ديكورات ستيكر. كاس عصير هنا عند كافي حسن. والحمد لله على نعم الله. ثلاث تنقيست شي تنقيست السي حسن تمقيست تمقيست ثلاث هي الشعبة بحال الفرشيطة. وتمقيست واحد البلاصة الفوق سميتها تمقيست وهنا الشعبة انتها تمقيست ثلاث تمقيست. ربنا الشمهاروش راه ليه كاين قصص على ملوك الجن هنا السبعة والله أعلم. لكن احنا هذا الأمر لا يهمنا. نا الهدف ديالنا جينا الطبيعة وانا الصراحة لاحظوا ان الغزارة ديال المياه عطيها واحد المنظر كاين شلالات صغار بارك الله بارك الله. السلام عليكم كيعاون ربي دايما نسمها روش هاد القنطرة
هنا كاين كاع الاجناس السياحه الجبليه الحيحه. باش تفوت الشمهار واش راه كاين الطريق في وسط هاد الحوانت؟ حنا ما فتناش، ما عندناش غرض نهائيا في هاد المكان. جمالية الماء النعمة الكبرى. شخصيا ملي ما قربتش مهاروش مع اللي ديني في ليطاج مهاروش حسيت بالعيا. كل حاجة اللي ضر بزاف هو الثقل، إلا كان عندك حسك ثقيل غادي تحس بالصعوبة. هذه هي التجربة ديالي. واش تاهي الوقيتة الزينة اللي تنصح الواحد يجي هنايا؟ تبقى لا يعني الشهور اللي غالبا يكونوا معروفين الجو يكون زين 5-6 ما تكونش الحرارة يمكن ياك؟ لا ما كتكونش الحرارة وبحال دروك في اكتوبر يعني لا ليميت يمكن هي اكتوبر. خير هاد تاع الماء. السلام عليكم. المكان اللي بعد ديكاجات تاع جبل تبقى من خلال التجربة ديالنا الصعود للتبقال. هذه أول تجربة، يعني الإنسان إذا ما كانش متأكد من القدرات ديالو أهم نصيحة ما خصوش يطلع الدخل، يعني يدي معه تقريبا الكسوة الملابس اللي غادي يحتاجها باش يصعد. تكراني تمشى بلاصة هاك سيد اللي معانا طلب من هذا المحمول اللي بغينا يدي الساكت، يعني الساكت ديالي كان تقيل لا البنش مش نقدر نستمر به صراحة. حتى ملي تقول نحس بلي القضية صعيبة وش ناوي هكا الرفيج راه يبان دايما وما تكون في هاد الحالة كيف هاد الرفيج بحال هاك شفت داركم الرفيج عرفت هذا واش ديال الفرنسي ولا هذاك لي مونفلون. صراحة شخصيا لو كان ما خلصت من الثقل ما نظنش كنت نقدر نكمل انا هكا وجاتني صعيبه. بين الصعوبات اللي واجهتها ان فمي ينشف والشنايف بصراحة نحس بهاد النقطة هي لا ليميت. هذا اللي مفلو ولا اخر؟ هذا مفلو يشق هذيك كان فوتو هذيك ديال الكدية. هنا هو لا راه باين هو فين كان يتزا كابيدا هذاك هو كيدير. انا نسحب لي شك ان شاء الله هذا هو الموفلون. موفلون موفلون راه ما فيهش الدور 24 ساعة ولا 24 عندهم غير الموطو فيه تلقاو يدلل صافي 3-4 صافي كاين هما الناس نازلين. لي موفلون لي موراه ديال لي فرونسي ولا هي البوست ديال المخزن. وهنا شقاد فيورا كاين توقعات
كومبينت كوب تبقى عندي مفنو والهي رفيجية تبقى رفيج لويس نتنار تحسيس بالهواء تبقى مروحة لإنتاج الطاقة الكهربائية ارتفاع 3207 الصراحة وصلت هنا سبلي راني ميت وصلنا 31 دقيقة كل دورتوار عنده سمية وعنده رقم ها يمكن فيه مكان تنشف الكسوة شوية ولا فيطان الإطلالة الفرنسية ممكن تدير الكازي تدير السكان ديالك ولا مسكين تحت كما هو هنا تقريبا تلقى كلش واش تاهي لتمينا شويه طالعه ما تقع نتاع 20 درهم كان يطع 20 درهم سي نورمال في هاد الماكل نتوالي جايين لتحت لي دوش كاينين واحد جوج هنا ديما حتى هي ما جربنا مشوش الماء سخون ولا بارد كان بواحد 40 درهم الواحد حنا جوج 80 ولا زدت كاين العشاء والفطور المبيت هنا شي 200 درهم وين خلصنا حنا جوج المبيت والغدا والفطور والعشاء 680 درهم هي طريق الصعود والهبوط من تبقال جمالي مشينا سهودي جمالي للرفيج احنا في الجبل اللحظة بني تمت الجو والبرد ماشي شي برد قوي قوي كاين كاين البرد كترا من تبدل الجو وهاد اللي جيت اخويا خدامين خدامين ما كاين كيما قلنا السيد اللي جيت طلعنا معاه ناس اخرين دفعوا الطلبات شي 6 ولا اكثر كاين مازال ما استجبوا لهمش الساكنين هاد الجوج وغالبا ما يقومش لان عدد كبير 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 الناس تسكن اغلبيه أجانب الكور شتي تقريبا قال الأعمار حتى الكبار في السن كاين شي حالات أطفال اللي ما أنا ما تصادفناش معاهم ما عرفت يكون هاد الحالات ولكن الأطفال ما شتش شا سنين 12 حتى 14 هذا الرفيج ديالي مفنو وهذا ديال توبقان فطور الصباح استيقظنا 3:30 تعدينا قول فطرنا مع الربع
بين الامور المهمه في الصعود للقمه خاصه في هذا الوقت الباكر، اللامبه نتاع الراس اللي قويه تكون حاجه زينه، وملابس تكون متاكد انها تحميك من البرد. عبد الماما حال الجو برو كاع شاده شي حاجه. استعدوا للانطلاق دونك. الصراحه ما لما تمشي هما لي جروب طالعين حنا تلاحظوا واش ويقول لي هذاك الطونسون هو الصعيب، لكن ما نظنش الجو برو راه شاد شي حاجه. استعداد الصعود، بداية الصعود. استقلاب تلج راه يصب بحال في الميدان ديالنا، كاين التلج من الحس الواحد يطلع مع لي كرومبون وحتى العصي مفيدين جدا. ذلك من الامور المهمة جدا انك تكون متأكد من الحذاء ديالك، يكون شي حذاء قابض يكون طالع شويه باش ما يبقاش يدخل لك الثلج ولا التراب للداخل. زكريا عيانه هي ياك. الثلج البرد المكان اللي نوجهو اخيرا وصلت لقمة تبقال، ولكن بصعوبة. والصراحة راودني كثيرا الشك انني نقدر نوقف، وحتى السحمت كان ينصحني نوقف من دروتو. انا فريمون جبر صعوبه، وبلا تقول كان كان جيت تقول هكا ما قديتش لا ما نقدرش ما نقدرش نيشان. ولكن هاي العصا ديالكم عمو ولكن تحدي يستاهل وتجربة رائعة، وهذا المنظر ما كناش كاع نحلمو نشوفوه الصراحة. واعرة 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 قمة تبقال الأربعاء 22/2024. واحد المنظر صعيبة تنحددونا، ولكن منظر واعر واعر. واو تجربة رائعة رائعة صعيبة، ولكن تستاهل الصعوبة لنا. واو منظر تنج صعيبة، ولكن تجربة رائعة. هذا المنظر تاع الثلج على حساب التجربة الشخصية ديالي، من الأحسن من تطلع من الروفيج وتبقى القمة يكون عندك واحد الكامل باك ديال الماء وشوية التمر الزبيب شي حلويات فقط، ما تدي حتى حاجة ديال الثقل الأخرى. الثقل هنا هو العدو رقم واحد. مين تكون في الرفيج تشوف هاد الجبل بحالك عادي، ولكن من واو تا ايام تمشى تقول هاني قريب قهيت تمشى تمشى لا في طلعه لا في الحدوره. واو عيان تمشى. ها واه اشو المنظر شو المنظر موراك، العظمة ديال الجبال، العظمة ديال اللي خلقها. واه 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 المنظر ديال اللي ريفيج من الاعلى يبان. وصلنا كي مازال تزيد تحت كثر الفينيش راه كامل دائما كنت طاقة اخوات، لكن الصراحة شوف معانا الله.
11 20 تقريبا جوج سوايع شويه زايده، المهم هاك جوج سوايع.